يا هلا فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج بدون زعل. البرنامج هذا يتكلم عن مشاهير السوشيال ميديا أو الممثلين أو المقدمين البرامج. راح نجيبهم هنا عندنا ونتونس معهم شوية ونشوف محتواهم ونتكلم معهم وشوية نرفع ضغطهم. ضيفي لهذا اليوم مولع في الانستغرام وصراحة أنا ما عرفت له هل هو ناصح ولا مقدم برامج ولا معلومات ولا سكتشات، يعني صاحبنا بالمختصر قاعد يحوي. خلونا نشوف كيف راح نزعله شوية، تابعونا. حياك يا صالح، كيف حالك؟ الله يحييك، الحمد لله في نعمة. نورتنا يا غالي. نور نورك يا حبيبي. عرفنا عن نفسك شوية، مين انت وايش تقدم وايش وايش؟ من ناحية اللي نعرف. اسمك مين؟ اسمي صالح بغويطة. تمام. ومعروف من حضرموت من كله. جميل جدا. اللي نقدمه زي ما تشوف يعني انستغرام صانع محتوى. صانع محتوى حلو. طيب ايش محتواك؟ ايش الفتره دي صانع محتوى؟ كان يعني نقدم نصايح. حلو. تمام. نعطي بعض المعلومات. عظيم. اذا في فضاوه كده او حاجه حلوه كده بانت في راسي، تفكير، فكره جديده، سكتشات، حاجه حلوه كده، يعني بتوصل رساله وبتقدم شيء حلو كده في للمشاهدين. يعني نحن نسويها يعني مش مقيد في حاجه واحده. حلو. كم متابعينك في انستغرام؟ والله ما عاد قد 37000. 37000. انشر لي يا غالي. عيوني حبيبي. طيب في اسئله كده تمام جمعناها وحب نعطيك اياها ونشوف. المهم الاسئله كيف هي؟ بتشوفها دحين. طيب الله يستر. تمام. اول سؤال، هل الانستغرام هوايه ولا بزنس شغل؟ الفتره دي واللي قبل. والله سؤال هو عام. الفترة دي وش مهم؟ أنا بعرف الفترة دي يعني كانها بيزنس، يعني لأنه خلاص شوف الناس إنهم يربحون من شيء. بس كان زمان أو في الفترة القديمة لما كنت بداياتي كانت كهواية، يعني تغطي فراغي ونمضي وقتي، يعني حاجة كده تسليك. حلو. حاليا قاعد أجيب منها فلوس الحمد لله، يعني مش دخل كبير كبير، يعني حاجة عظيمة. تعرف ان الناس البلاد هذه انستغرام حاجات يقول لك ايش خله باله، بعدنا من الهبال، بعدنا بيلاقي لك اعلان يقول لك خله باله ما بينفعون. طيب حلو. سؤال برضو يقول، هل محتواك نفس القديم ولا تطورته الفترة الحالية؟ لا تطورته اكيد. يعني ايش الفرق بين اول وبين دحين؟ يعني اول كان عادي تصور صورة تنزلها بس، شفت انه ماشي فايده يعني كذا، يعني تشوف لما تتابع حسابات ناس يعني كبار، ناس نجحوا، ناس ذا، تشوف انهم سووا حاجات ثانيه غير انك انت تسويها، تحط حاجات تافهه يعني صوره ما ادري ايش بغى بيشوفهم في صورك الناس، فهمت؟ طب وصل انستغرام الفعلي فيه انه تسوي انستغرام عشان تحط بوستات. حلو. تحط صورك في زمان ده. زمان. ايوه. كيف زمان؟ اما دحين حتى الشركه على الانستغرام هي تمام سويت لك مكافات، يعني في مقطع فيديو وجي وسوت الخاصيه دحين حق الريليز ويعني سوت حاجات انه بغيتك انت تبدا انت تسوي حاجه جديده، فهمت؟ حتى بعد فتره بينلغي اي موضوع صور، عندي احساس انه بينلغي الصور. عندك احساس؟ عندي احساس موجود. عظيم. وبيحطون فيديوهات، بيحطون حاجات يعني تفيد المجتمع. تفيد المجتمع اكيد. طب انت حسابك هل يفيد المجتمع؟ ان شاء الله في حاجات قريبه تفيد المجتمع. والله والله. طب بنشوف. انتظر انت، ما عليك انت. طيب هل لك هدف تبغى توصل له يعني في حسابك هذا او بالشيء قاعد تسويه؟ يعني تقدر تقول خطوه وصلت لها. اللي هي نقدر نعرفها يعني؟ انه في اشخاص عرفوك، في اسمك على قول المصريين وصل وسمع. حلو. وصل يعني وسمع. تروح في مكان تروح حد يقول لك نعرفك 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 نعرفك. عظيم. هذه والحمد لله يعني. يعني بس ماشي هدف. اما دحين على قولهم النقطه الاوليه حق موضوع البزنس يعني. يعني هدفك مصدر دخل دحين. يعني هدفك دحين بزنس منه. الحمد لله. تمام. طيب محتواك كيف تختاره؟ يعني محتواك تقعد تفكر له ولا تجيبه من قرب الامهات؟ اكيد ايش من امهات حبيبي؟ انه كلام انا سبق تابعته اشوف ايش قاعد تقدم صالح دحين. السؤال هو حلو يعني، طبعا اللي جبته لي سؤال حلو. حلو. ايوه. جروب امهات، جروب ما ادري ايش، انت تشوف جروب امهات نزلوا سكتشات افكار؟ لا، امهات يرسلون لك صوره حمامه يحطون حمامه السلام عليكم صباح الخير صباح النور، لما دحين والله يقول لك اضرار الموز، اضرار السمكه مع الماء، اضرار، انت عارف الموضوع حق جروب مات. طيب ما يحطون لك شيء ريليز ولا يحطون لك شيء يسمونه سكتشات ولا يحطون لك. تمام. معروف الكلام ده. طيب. انت لازم يعني تدخل تتابع حسابات حق جانب، حسابات ناس يعني معروفين كده، تشوف فكره وتشوف افكار مقاربه لها تمشي، ويعني تشوف حاجه حصلت في البلاد كده
سبحان الله حتى بعض الحين قبل ما تنام تجمع الافكار عندك ها تسجلها بالملاحظة. أقطع كلامك، انت الحين قاعد تقلد، ما انت قاعد تسوي شيء جديد. اكيد يعني ليش تقلد؟ طيب اسمع، طيب خلينا، انت الحين قلت لي نقلد. ايوه طيب، هي في بعض الحاجات يعني الهادفه لازم تقلدها، لازم في حاجات انك انت تبغى توصل للناس حاجه، طيب لازم تكون تقليد لان حاجه موجوده، يعني انت لازم طيب توصل فكره للناس. حلو كده. توصل حاجه هي موجوده، لما يعني انت قاعد تقلد يعني ما انت ماشي جديد، نفس الفكره قاعد تدور في نفس الطبق برضه. حلو لان بتقلد حاجه مفيده حلو، لكن بتقلد حاجه بدون فائده بدون معنى بدون شيء ما لها فائده يعني. طب حلو يعني بعض الحين التقليد له فائده يعني. جميل، ما قلت لك شيء، بس لما تطلع من القالب هذا لما تغير شوي يعني نفس الفكره بس بتطورها بتجيب طيب شيء احسن. لو هي الفكره هذه اللي عدم وصلت لعندنا مثلا عند الاجانب باللغه الاجنبيه، وانت جبتها عندك وطورتها باللغه العربيه، يعني زي الفنون، بعض الفنون ما كن يعني في بلادنا كانت ما كانت معروفه الفنون، ما كان معروفه الرقصات، ما كان معروفه بعض الاحيان الراب او يقولون لك باركور مدري ايش حقهم ده. يعني دحين هم ده اللي يقلدون يعني الفن هذا. لا، الفن عادي تمارسه، انت تجيبه فكره جديده. حلو. فكره عاديه او مستوحاه من حاجه ثانيه وانت تقدمها للمجتمع بطريقتك. ماشي يعني ما يعتبر تقليد هذا حبيبي ميد، ما هو تقليد كنت تقول لي احنا نقلد وقاعد اسوي، بس ما يعتبر تقليد يعني انه تقول دوامه وتقول امشي في خطوه امشي في لاين معين. حبيبي موجود اللاين كنا نمشي فيه. لا مضبوط كلامي والله. عظيم عظيم. طيب في نزلت او جمعت اسئله تمام، الناس في انستغرام يعرفونك تابعين لك كم سؤال. طبعا الفقره هذه لك سؤال واحد بس تسوي له سكيب او تخطي وتجاوب عليه، لكن الباقي اسرح جاوب عليه اجباريا. اختباره اختبار تبغى اختبار نهائي شهري فصلي، اذا جاوبت عليها كلن في بونص تمام، وانه السؤال هذا لو ما جاوبت عليه حيكون في عقاب. لا اله الا الله حبيبي. يلا هذه سياسه البرنامج تمشي عليها ان شاء الله. عقاب ان شاء الله حلو، ما راح ان شاء الله ما ينبع عقاباتك انت ان شاء الله. طيب السؤال الاول، حلو، حركه اسود وابيض في مقاطعك اللي في انستغرام ما تحس انها قديمه وانتهى وقتها خلاص؟ المقاطع اللي قاعد تنصح فيها وانا اشك في خلاص يعني انتهى زمنها يكفي. طيب حلو، كملت السؤال ده. كملت السؤال. حلو، لما نسوي الابيض والاسود تمام، نقدم حاجه صامته، حاجه حزينه، حاجه يعني لازم توصلها بمشاعر، لازم توصلها بحسيس، لازم موسيقى هاديه، لازم الوان، تشوف الوان مثل لقيت دقه حقراب او شيء يعني ما بتوصل مع اللي بتوصله انت، لازم تختار المؤثرات، تختار الحاجات اللي لك. اكيد ما راح انصح الناس ودخل دقه راب. حلو اكيد دخل اكيد. طيب الابيض والاسود نفسه يعني تشوف انه يعني توصل مشاعر، توصل حسيس، توصل ومع الكتابات مع يعني حاجه يعني تسهل للمشاهد، تسهلها قدامك عشان توصل رسالة. ما قلت لك أنا ما تحس إنه انتهى زمن الشيء هذا؟ لا لسه الهم موجود؟ الهم موجود. من يستخدمه؟ زي ما تقول أنت نقلد يعني، تشوف حاجات، تشوف ناس، تشوف ذي إنهم يسوون كذا وشفت إنه نجحت. أنا ما أقول، أنا أشوف اللي عندك في حسابك. حلو أنت تقول كذا. وقلت لك ورا زي ما نشوف يعني، شوف أنا شفتها نفعت عند الناس، قلت بقدمها للناس بس بطريقتي. فهمت. طيب ندخل في السؤال الثاني. الله يحفظك. 50% من محتواك انك تقلد علي نجم. حلو، عرفت علي نجم؟ نعم. ايش ردك على الناس اللي تقول هذا الكلام؟ طيب علي النجم طبعا علي النجم زمان اسمع ابوه. حلو، زمان جدا، وهو كان يعني في مكان اذاعه ما اعتقد او شيء كذا يجلس فيه تمام، ويتكلم عن حاجه يعني مشاعر، حسيس، حب، ما يقدم لك حاجة يعني نصيحة لك أو شيء. أخي آخر شيء يمكن يقدم لك نصيحة مع أغنية شيرين، والله أغنية يعني نسمع أنا علي نجم كنت نسمعه، بس مش زي اللي نقدمه أنا. يمكن في بتجيب أشخاص بس ما بذكرهم لك، يعني بتقول تقلد لا يمكن في أشخاص لو جبتهم لي بقول لك أيوة قمهم، لكن علي نجم بعيد وأنا بعيد. علي نجم الكلام اللي أنت تجيبه خلنا نقول ممكن مستنبط منه نفس شكل التصوير، نفس الالوان، الاضاءه اسود وابيض، نفس الاهات اللي قاعد تشغلها انت في مقاطعك نفسها اللي موجوده في علي النجم. علي النجم في اذاعه، طيب يقدم حاجه في اذاعه، كاميرا اذاعه تصوره، كاميرا هو او هو يحط الكاميرا يصوره. حلو تمام، يذيع في اذاعه. حلو، لكن المتابعين اللي معه هم يمنتجون له وهم يحطون له كلامهم. لكن انا نتعب، انا اسوي اللي كنت تسوي له كله. ما حد يسوي لي شيء يعني البدايه، يعني يمكن بعدين صالح نجم، مؤيد نجم توصل ليش لا؟ ان شاء الله الحين حاليا معك 40,000 ولا لا؟ قبل 40,000 قريب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الحلقه دي ان شاء الله يعرفونا ويزيدون يعني باذن الله. طيب لف حسابك يقولون انه كل مقاطعك اللي تسويها او اغلبها مستهلكه معنى قديمه.
ايش الجديد؟ كيف ترد عليهم؟ انت ايش الجديد؟ يعني مثلا انت لما دام سالوك انت وجابوا لك السؤال هذا بتقول لهم ايش الجديد؟ هذا انت تقول لهم مو انا. اي ولا انت جبت لي السؤال؟ انت سؤال من عندهم، انت اللي تجاوب عليه. حلو طيب. يعني مثلا حسابك نفس الفكره، نفس الاداء، نفس الاسلوب ما تغير، نفس الافكار. ليه ما تطور؟ هم دحين يسالوك انت جاوب عليهم. الكاميرا الان تقول لك جاوب على هذا السؤال. طيب. مو تجاوب علي انا. طيب حلو. يعني هذه الحاجه المستهلكه تمام، هل هي انتهت؟ أو ما زالت الناس يعني مستمرين عليها؟ إحنا السؤال أنت لما قلت لي حاجة مستهلكة، المستهلك اللي عقولهم حاجة خلاص انتهت عرفوها الناس وانتهت، لا هل يعادوا من الناس يستفيدون منها؟ هل عادها تفيد المجتمع؟ أنت تشوفها أنت هذه الحاجة اللي قدمها أنا تفيد المجتمع والله انتهت حسابك حاليا بشكل أيوة عام؟ أيوة لا انتهت ما يفيد المجتمع. إيش الجديد في المجتمع؟ أنت لما قلت لي انتهت إيش الجديد؟ شوف هذا أنت كصانع محتوى ما تسألني السؤال هذا. أنت سألتنا السؤال اللي أنا بقول السؤال جاوب علي السؤال بإجابة مو سؤال بسؤال. أنا قد جاوبت عليك. لا أنت في المكان هذا تسأل فقط لا تسأل. حبيبي. أنت في مملكتي يا حبيبي. لا بس أنا أقدم لك السؤال يعني عشان. لا تجاوبني سؤال بسؤال. بس جاوبت عليك. نبغاك أنت دحين. ما في شيء من جوابك. طيب. لسه. أنت تبغى مني شيء جديد. مش مستهلك. مش مجالي هذا. مش مجالي. مش مستهلك. مجالك غير مجالي عشان أنا جاوبك على هذا الشيء. مش مستهلك. مش مستهلك. أيوه. يعني أنت الحين تقول له مش مستهلك. أيوه. أنت أكيد نحن أنت حر. طيب ليش متابعين يسألوا ليش دائما نشوف في تخبط في محتواك من ناحية إيش قصدك؟ يعني أحيانا نشوف سكتشات وأحيانا نشوف مقاطع مقاطع مثلا مفيدة أحيانا نشوف زي معلومات أحيانا نشوف زي مقاطع اللي فيها نصح وهذا حلو. ليش مسكت في خط واحد؟ حلو حلو. أنا قلت لك قبل شوي إنه دحين الفترة هذه إنستغرام يعني نفكر فيه كبزنس صح حلو. يعني لازم لما يعني دحين الفتره هذه اقولهم لم الطبقات لم الفئات لم في ناس يحبون سكتشات في ناس يحبون هذه فيها لين توصل لحاجه انت تشوفه وتشوف حاجه انت ارتحت لها مثلا تختار بعدين هل تواصل سكتشات تواصل لنا تواصل لنا لانه انا زي ما قلت لك ان نفكر دحين في البزنس حلو. لازم تجمع بعدين انت تقدم حاجه انت راضي عنها حلو. اما زي ما قلت لك انا نفكر فيه كبزنس يعني لازم كبزنس يعني فتحت لك محل فتحت لك اي شيء لازم توفر للناس كل اللي يبغوه ما تجيب حاجه انت بغيتها لا لازم تجمعهم الناس في اللي بغيته انت في اللي يبغوهم بعدين تتقدم اللي تبعك بعد ما تكسب جمهور تكسب شعبيه تكسب سمعه تكسب بعدين تقدر تقول خلاص صالح يلا بدا انت تجيب حاجه دحين حقك تقدمها ان شاء الله عين نسوي نشوفك. طيب صالح سؤال برضو ناس تسال عنه ايش بك عرقت ما معرق برد ما شاء الله لا توتر عادي حبيبي الناس سألوا هذا أسئلة حلوة يعني لا توتر. طيب الناس تسأل الناس فضوليين حبيبي حابة تعرف صالح كم يأخذ في الإعلان لكن الحقيقة تبغى تجاوب لا بجاوب ماشي سكيب حبيبي ماشي سكيب ماشي سكيب قوي جدا عادي يمكن آخر شيء نشوف بقى يعني وصلت للعمق شوية شوية كذا أنا ما نعرف نسبح طبعا كم صالح يكسب في الإعلانات صالح كم يكسب في الإعلانات؟ صالح كم يطلب في الإعلانات؟ كم؟ أبغى رقم ريال. طيب نبقول لك حاجة قبل ما ريال قبل نوضح لهم حاجة يعني قبل ده كله الكلام. تمام. يعني إنستغرام مش كله إعلانات 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 إعلانات. أنا قلت لك بزنس صح بس لما تجي لك أسرة منتجة أو يعني ناس يعني يسوون حاجة بينهم وبين لله محمد رسول الله. أسرهم تمام يعني حاجة تكون مصدر دخل لهم يقول لك صالح سوي لي إعلان مثلا أسر منتجة حلو أيوه زي ما قلت لك أسر منتجة يعني يسوون أكل يقدمون حاجات يقدمون أنت كده مجان حلو لكن مين. إذا في حاجة صاحب محل يعني في ربح في حاجة مادي في نقدر نكسب بس حلو. الرقم تبغى الرقم بقول لك عادي ماشي عادي قول لي الإعلان قول لهم في الشاشة وادخل في العقاب قول لي نا ريال عادي طيب بالسعودي الله يمني تمام على حسب صرف اليوم ذكر الاثنين كم بالسعودي وكم باليمني يعني على حسب يعني نروح نشوف المشروع ناخذ نظره منه ناخذ نظره عنه تمام مركز تجاري يختلف عن كشك فهمتنا يعني انت تقيمه حسب ده طيب انت قول من 150 سعودي الى تحت اشوف 150 سعودي في الناس تعرف الناس كم دقيقه كم ناس اللي تقول لا تكلمني برا احنا في طيب مكان طيب حبيبي تعشينا طيب اسمع في ناس يعني زي ما تقول انه في ناس اللي ناخذ الافكار منهم كم يتقاضون في الاعلانات حاجات كبيره مبالغ كبيره زي مين والله من عرف ونسمع اصحابي يقولون عليهم لا هو هنا ولا برا في السعوديه لا احنا نتكلم هنا خلينا من السعوديه
لا تقال ان عملتنا قلت لك تقول العمله خلاص انت تقول مصاريف يوم قلت لك 100 سعودي انا قلت الشخاف يا رواد استلم من السعوديه سويات السعوديه من عندنا ان شاء الله ماشي انت ربك ما في ربك بعيد بس كم قلت لك 100 سعودي 100 سعودي 150 100 سعودي يعني الى تحت انا مثلا عندي محل مثلا ملابس قلت لك صالح اباك تسوي لي اعلان وكم تطلب كم هتقول لي مبتدئ انت في المحل أيوه. محل جديد من الصفر محل جديد تو طالع اخذت قرض او دين ولا جيت مغترب وقلت لك معايا فلوس بوب فكيت مشروع اذا انت صاحبي مجانا سيب النفاق سيب النفاق لا والله مجانا خلى واحد غريب يا ما شفتنا في مواضيع مية حبيبي دخلك في الانستغرام قال لك صالح بغويطه كيف حالك ابغى تسوي اعلان كم تبغى وانا توي بادئ من الصفر وهذا كم ممكن عشان الناس ممكن لما يشوفوا الحلقه هذه يقول لك والله ما شاء الله بي عنده 40000 بيعطونا عيني الغالي ما بيعطوك شيء عيني مبلغ يعني رمزي كم انا بعرف بين البين ما بحدد لك كم تقريبا طيب والعقاب ايش يعني العقاب بتدخل فيه العقاب بيجي يبو بطارف هناك لا اله الا الله في اسئله بعض وراهن يعني صعبه يعني عشان نجي العقاب واضح انه صاحبنا حنب ما يدخل في العقاب احسن نطلع فاصل تمام ونجيكم مع العقاب انتظرونا جيناكم أعزائي المشاهدين بعد الفاصل راح الآن عاقب صالح إنه ما جاب على السؤال قاعد يتلكك هذا عقابك يا حبيبي حلو تفضل إيش ده بالعافية عليك إيش ده شربه حار أحار شربه كله طماطم ميت طماطم لا بيني وبين طماطم يعني أداوة والله مش شغلي ما أنت خايف لما تشربه غمض قفل خشمك غمض عيونك شربه إيش هذا سحاوك والله سحاوي ميت شرب شرب يقول لي بنت عشى بعدين عشى وين شرب عشان يزقمك شربوا 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 ايوه طفل بطر مي الله يحفظ لي امك تعال دقوا شرب اشرب يا غالي اشرب طماطم معصور يا سلام عليك زايده ملح حلو كيف الطعم كانك تبط عاد شويه بتعرف ايش هذا؟ طيب شوي شوي ايش شوي شوي بوقت ما نخلص شربوا شربوا ساتر طيب جاوب على السؤال ما في سؤال خلاص لك في النص ده احفظك مية ما هو عصير ادري مو بيبسي قصدي شرب كيف ايش رايك في الملح سحاوق ها؟ سحاوق سحاوق بجيب سحاوق يلا اخر اخرش فيه اخرش فرس اخرش فيه طيب دخل اخر اخرش فيه خلاص خلوه عشاني خلاص يا تقول لا حبيب قلبي بالعافيه كيف شفت هذا قلت لك جواب قعدت تتلكع في الجواب حبيبي بنحط طماطم انا طماطم ميه حبيبي طيب الفقره الثالثه اللي عندنا اللي هي اسمها صوره وتعليق حلو تمام جبنا كم مقطع من سابق في خلي تعال برنامج أيوه. كم مقطع من عندك في انستغرام وبشوف اللي تقدمه وبنتناقش معه تمام بالله عرضوا لي اول مقطع ايوه اماكن على كوكب الارض تحدث فيها اشياء غريبه جدا اماكن على كوكب الارض تحدث فيها اشياء غريبه جدا فسر العلم بعضها وفي حين ظل العلم عاجزا جدا عن تفسير اول ظاهره غريبه عندنا هو جسر افورتون جسر بدوله استغلندا ويسمى عند البعض بجسر الكلاب المنتحره تصل الكلاب الى اعلى هذا الجسر وتعرض نفسها للانتحار بالقفز من فوق الجسر وكأن شيء غريب يدفعها إلى القفز ولم يستطيع العلم إلى وقتنا هذا تفسير هذه الظاهرة الغريبة مثلث برمودا أشياء وقعت في مثلث برمودا لا زالت بدون تفسير إلى وقتنا هذا ولعل الأمر أكثر دهشة اختفاء بعض السفن والطائرات في هذا المكان بالتحديد البعض يقول أن الأمر عادي جدا بسبب وجود أمواج تصل طولها من 18 إلى 30 متر ثبتت بعض الاختبارات أن البوصلة لا تعمل في هذا المكان بالتحديد شلالات الدم تحدث في انترتيكا اشياء مثيره للدهشه لكن الان وجدوا لها تفسيرا عن سبب شلالات الدم التي تاتي من الجوف تاتي هذه شلالات الدم من نهر شلالات الدم
الدم استوكلندا واسترتيكا وايش هذه الدول؟ معلومات حبيبي معلومات. هذا هل عندك مصدر موثوق؟ اكيد. من فين؟ اكيد من فين؟ اكيد بعد ما تشوف المعلومات هذه طبعا في تويتر تشوف المعلومه تشوف ده اخر شيء يقول لك هذه اللي اقولهم المراجع. المراجع اكيد متاكد. ايوه انا عارف انه اصحاب تويتر لما يحطون تغريده في شيء مش تغريده تريد هو ده الثريد حطوا متاكد انه يحطون مرجع من كده؟ اكيد انت تشيل لانه يحطون لك بدون صوره. انت تاخذ الاسم هذا وتحطه في جوجل. أيوة. وتكمل تبحث. حتى انت ما قلت لي وين انترتيكا. وين انترتيكا؟ وين في استكلندا؟ في استكلندا. ايوه استكلندا. أيوة. مناطق زي يعني لازم تعرف انت. يقول لك هذا في انترتيكا انتر مدري ايش انتر انتر ايش انتر انتر هذا. ايوه ما تعرف انت. انتر ميلان فريق هذا يا حبيبي مهيب. لازم تبحث لازم. ليش شفنا هذا المقطع واحد بس؟ حلو اذا ما غلطان واحد في حسابك ما بين المقاطع الباقيه حق الهات وصح كثيره كانك وقفت او ما عادش عندك مخزون او اللي داخل منه ثريد ما عاد نسر شيء. انا بقول لك حاجه هايش. انت اخذت المقاطع من وين؟ انستغرام. انستغرام ليه ما اخذتها من التيك توك؟ معي حساب في التيك توك والله منزل فيه حاجات جيم ومشاهدات اكثر من انستغرام لاحظتنا عظيم. يعني لما تنزل زي ما قلت لك انه الحاجات اللي بتقدم فيها نصح او شيء في الانستغرام تمام تضرب مشاهدات. هلو. يعني تشوف الناس انستغرام عاطفيين مساكين يعني. لكن لما تنزل عاطفيين مساكين. ايوه عاطفي. يعني انت ايش تضحك عليهم قاعد؟ لا حبيبي ما نضحك عليهم. كيف عاطفيين؟ انا قلت زي ما قلت لك انك لازم تشيل الفئه دي وتشيل الفئه دي تشيل. لكن الفئه حق المعلومات ده ما بتلاقيها يا جماعه. تابعوه في التيك توك عنده حساب تيك توك موجود صالح بغويطه. صالح بغويطه بس. ايوه معلومات. طيب المقطع الثاني حبيبي اخوي صالح قاعد تشوف ده البلهوف حسبنا مني قاعد تولاب تعال شوف تعال شوف الخروف تعال بالله عليك حسبه مني قول له بالله قول له ابغى نفسي والله اخوه ما شرط تصير قول له حبك 3000 تصير بسرعه بسرعه هو صالح شوي ترى خليها بعرف 5000 هم يجبرهم نكسرهم هاري له ثاني انت اختار اجيبك 5000 يا مفتري الله يقول لك خل امه 5000 غنوه كسروا مريله من الفخذ عشان يبطل ثاني مره يعجل ما يدخل لحد الخروف هذا صالح اسكت شوي الحمل يقيل التسيل دي هاي حبيبي لو تبغاني بكره اجيك عبي لي 5000 رصيد عيوبك فين ابو ايمان عيوبك حمودي يا ولدي تبلها بسرعه عبي رصيد للرقم ده ب 5000 بسرعه 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 بغبنا شفنا ايش هذا؟ الله يحفظك يا ميد. تقول بامر اخوي صغير قلت تعبنا من المقطع هذا قال لي احذفه 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 ايش هذا؟ هذا الله يحفظك هذا مقطع ايش الفائده منه؟ فائده اسكتش اسكتش ايوه انت ضحكت انا ضحكت خلاص بس ايش الفائده منه؟ عشان تضحك انت يا ميد ايوه بس انا عارف انك بتجيبنا هنا وعندي احساس ايوه نزلت المقطع عشان تضحك يا ميد الا يا ميد انا ضحكت غيري ما حيضحك ضحك غير ايش حيقول؟ مش ضروري ادرك انهم ضحكوا مش ضروري عشان كم من واحد من اصحابه قال لك اوه جميل مقطع في الكومنت خلاص ضحك حلو جميل نقول له الله يحفظك هذا عادي انت الحين بتقصدنا انه جميل ايوه ضروري انا ضحكت ضحكت على المقطع اضافه يا ميت خلاص يا ميت لما ضحكت مو على المقطع ضحكت على ميت الاداء خليك من تيت والله مش يعني معلش يعني ايش بدايه اول فكره المقطع فكره المقطع خليك من اول سكتش فكره المقطع انه انت انه اخوك قاعد يخرفن واحد تمام عشان يعبد الرصيد فانا يطلع انه ابوك حبيبي ايش الفكره هذه؟ لا لا ابغى نبغى الفكره طيب ضحكنا اوكي خليك من ضحك على جنب تمام ضحكنا انه عارفين ايش المقصد بس الناس لما تقول لهم ايش جاء واحد قال لك انا قلت لك دحين ايش الفكره من المقصد؟ تضحك مش مستحيل في ناس ضحكوا بغض النظر ضحكوا ما ضحكوا انت لما احسلك ايش الفكره في المقطع ايش بتقول له؟ يعني تحشرت عادي نشرب اشرب لا خلاص لا كملكم حبيبي لا تكملكم سحاوق كملكم خلاص كمل عشان ايش ما اقول لك ليش يلا حبيبي عشان ما عاد تسوي هذه الاشياء ثاني مره اخر مره والله طيب الفقره الاخيره اللي عندنا يا حبيب قلبي خلي شوي لها والله خلي شوي لما النهايه الفقره الاخيره عندنا نشرت منشور في انستغرام قلت لكم يا جماعه اعطوني رايكم في صالح بغويطه حلو وجاني فيديو نستعرضه سوا ونشوف رايك فيه قبل الفيديو والله بدون زعل قاعد زعل السلام عليكم مؤيد قبل فتره نشر منشور وقال حبي ياخذ راينا عن باغويطه بكل صراحه ف
باغويطة محتوى عبارة عن حاجات مستهلكة قديمة معصورة عصر، فما أشوف أنه يضيف للمتابع أي فائدة وأي حاجة ممكن بتطوره في حياته. وبس هذا رأيي بكل صراحة، أنه يا ريت يطور من نفسه في أقرب وقت ممكن. حلو، هذا المقطع الواحد، هذا المقطع إيش ردك عليه؟ طيب الناس كلهم قالوا زي ما قال ده، والله في أشخاص يعني الحين تحطمتنا. تحطمت ليش؟ لأنه أنت نروتنا حاجة واحدة، هذا واحد من متابعينك أنا جاني مقطع منه، وقال كلهم كلام 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 كلام، ما يهمني يهمني المقاطع، جاني مقطع حلو فرصة. والله لصالحك يا مريد فرصة، يعني أنت نفس اللي بغيته هذا. لا جبت حد لما جبت حد يمدحنا أكيد في من بين 100 بتوصل واحد. أغلب اللي مدحوه كلهم كلام، أتابع أصور فيديو أعطيني ردك عليه، رد عليه. هو واحد متابعينك ويتابع قال لنا حاجة مستهلكة. أيوة، هو إيش عنده بالنسبة له؟ إيش التطوير عنده؟ إيش الحاجات الجديدة؟ حلو، يعني كشخصه إيش بغى حاجة جديدة زي إيش؟ طيب طيب يقول لي جيب الفكرة، يقول سوي هكذا سوي هكذا سوي هكذا، يعني في حاجة جديدة في حاجات وإيش اللي بتفيد المجتمع؟ نحن كمجتمع منغلق مرة. أيوة، لو سويت زي المقطع الفيديو هذا، لو المقطع هذا الفيديو الأولي حقي أيوة أيوة تبع الخرفنا ما قلت. أيوة إيش؟ أيوة، لو انتشر في دولة تانية يعني بتوقع انه بتلاقي ناس يعني بيقولون لك مستهلك، او بيقولون لك تافه، او بيقولون لك ما له فائدة، او بيقولون لك في شيء، لاحظ في شيء اسمه الرأي ورأي الآخر. حلو، انت قلت كده طيب. احنا نتكلم في مجتمعنا، مجتمعنا ما يرفض هذه الاشياء اللي قاعد تقدمها انت، او عفوا المقصد قاعد تقدمه انت. مجتمع يرفض الحاجات اللي قدمها. ايش الحاجات اللي حاجات عادية؟ مثلا 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 انا الحين ما اعرفك انت، انا ما اعرفك. حلو تمام، وجه واحد قال لي شوف هذا الانسان يسوي مقطع هذا، وشفته انه قاعد ينتقد وقاعد مقطع يخرفن، انه في النهايه طلع ابوه اللي يتخرفن، وهذا انسان تافه، هذا انسان فهمت بطرق باشياء اكبر وبتزعلك. طيب هي حاجات ضحك يعني، مش حاجه انك انت أيوه. في الحقيقه انك تسوي هكذا. هي شوف المقطع حلو حلو، المقطع هي اقول فكره مستوحاه، يعني شفت مستوحاه من ايش؟ ايوه انا بوصل النقطه، مستوحاه من ايش؟ من احد سوى هالشيء قدامك. حلو يا سلام، بس مش عربي. كيف مش عربي؟ انا بوريك لو كان معينته او شيء بوريك حساب اللي مقطع يعني مقطع نوع اجنبي، ليش تجيبه عندنا انت تسوي عندنا حاجه ماشي فيها تخدش الاداب ما تخدش الحياه ما تخدش. لا انت كده قاعد تهين بعض الاباء. لا احفظك، لا لا يقول لك انه في اباء يتخرفنوا. لا لا احفظك، مشكله انه يطلع ابن يخرفن ابوه. لا هي يعني تقدم حاجه تضحك، يعني مش انه حاجه حقيقيه يعني. انت كيف نوصف لك؟ ضروري تعجبني انت كلامك. لا والله تعجبني. اوكي اوكي ما عندي مشكله، تكمل عصي. لا حبيبي خلاص بطني سحاب. هذا الشخص برضو صور مقطع ثاني صالحي ولا بتشوفه انت؟ انت كلهم ضدي. بنشغله وتشوف ردك عليه ان شاء الله. تمام ماشي، نشغله المقطع الثاني. هات مؤيد حبيبي هات. المقطع اللي شفتوه قبل قليل كان مقلب بالتنسيق مع مؤيد، والعفو منك يا صالح اذا زعلناك في اي حاجه، ويا ريت تقبلت الموضوع بصدر رحب وبدون زعل. بشوفك بغيتك عميبي هنا. منو الشخص ده؟ ما بقول لك ولا بتشوف مدري انا المحلات حق الكمبيوترات كلهم بعرف. اكيد اكيد والله كان مقلب كل هذا قاعد اشوفه. انت خربت بحاجة مقلب فضك ميز، حتى الطماطم هذه لا الطماطم حقيقية ميز، لا تقول لهم مقلب الاتم كله طماطم. ايش مكتوب هنا؟ ايش مكتوب؟ انطقها. ازعل ها؟ ازعل ميز حبيبي بدون زعل. والله بطني والله بطنك؟ لا فضك بعد الحلقة ان شاء الله. طيب كلمة حابب توجهها لمتابعينك في انستغرام او للناس بشكل عام يشوفوا الحلقة هذه اليوم؟ كلمة يعني من ايش يعني؟ عن الانستغرام، عن حياتي، عن كلمة. انت هرت الحلقة هذه الان، اعطيني كلمة ختامية كيف تختم فيها. حلو عشان اعطوني نلف الحلقة. حلو حلو حلو. طبعا لا تخلون الانستغرام يبعدكم عن حاجات رئيسية في حياتكم. يعني السلام ملك السلام كمل الله كمل. يعني تخلونهم يبعدكم عن حاجات رئيسية، يعني زي الدراسة، زي عائلتكم، زي ناس يعني قريبين منكم. يعني لا تخلون هذه يأخذكم وتكونون منغلقين مرة، لأنه الانستغرام عبارة عن شيء تسلي يعني في البداية. بعضهم لا يجلسونك في البيت خلاص ينغلقون على المجتمع وعلى الناس. حتى لما تشوفه ينزل تشوفه الانستغرام، اوه هذا شخصية، هذا ينزل تشوفه قدامك كأنه طفل، تناقش طفل كله مستحي كله خجول كله. يعني كنت في البداية كنت كده زي ما قلت لك انه جيتك هواية. ما ابغى قصة حياتك حلو كمل الناس. والله انستغرام اكل يا حبيبي ما تقول كذا. لا لا صدق يعني الختامية انهم لا تخلوا انستغرام هيك من رواعي. أيوة خلاص بس ايوه. وانستغرام صراحة يعني
يعني يوصلك لحاجات انت كنت ما تتوقعها. وفي الحاجه يعني الحلوه في الشهره والحاجه اللي مش حلوه، يعني سويت اي حاجه الناس كلهم يعرفونه صالح، ايوه نعرفه خلاص، تنتشر الحاجه وتعمل حاجه وبس. والله برضه نقطه، خلوا الحاجه تكون حاجه مؤثره ايجابيه عشان لن ما تكون سلبيه. اذا انذكر اسمك او يقولون ايوه هذا له فايده، يقولون الله يجزاه خير، الله يعطيه العافيه، قدمته كويس. طيب صالح يعطيك الف عافيه، نورتنا، زعلناك شويه بس حبينا تعرف بطنك معليش مغص تحمل معليش تحملنا، مقلب كان خفيف لطيف، حبينا نغير معك جو، ان شاء الله انك انبسطت. تذكر انك معليش بعمدي بفور لي حاجه. طيب اعزائي المشاهدين، وصلنا لختام حلقه اليوم، شكرا لكم المتابعه، وصالح نورنا، وإن شاء الله في حلقة أخرى، ومع السلامة.